مساء الخير جميعا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم شاهر رسلان وفي هذا الفيديو سوف اكمل بالدرس السادس من فيديوهات تعلم المحادثة في اللغة الألمانية. فقبل ان ابدأ هذا الفيديو اتمنى من الجميع الاعجاب به وايضا الاشتراك في القناة. اولا سنبدأ بالفعل لاين. الفعل لاين في اللغة العربية معناه اسلف او يعني اقرض او يعني في اللغة العامية نقول ادانا. فهنا يمكننا استخدام هذا الفعل بطرق عديدة. على سبيل المثال عندما نريد أخذ شيء ما من شخص ما لفترة معينة، على سبيل المثال عندما أريد أن أستعير من صديقي قلم أو أستعير منه مال أو أريد أن أستعير منه أي شيء، على سبيل المثال السيارة وإلى آخره. هذا الفعل يأتي في حالتين إعرابيتين. الحالة الأولى وهي حالة النصب، وهي الشيء الذي نقرضه، هذا الشيء يقع دائما بحالة النصب. وأيضا الشخص الذي نقرضه شيء ما، هذا الشخص يقع بحالة الجر وهي حالة الداتيف. فهنا أريد الآن أن أشتري هدية لأختي. الهدية اسمها في اللغة الألمانية داس جيشنك. داس جيشنك معناه الهدية، و الدي شفيستا معناه الأخت. دي شفيستا يعني الأخت. وهنا أريد أن أقول أنا أريد أن أشتري هدية لأختي، وهنا أستخدم دائما الفعل كاوفن. كاوفن يعني اشترى. وهنا أريد أن أشكل جملة الآن وأقول أنا أريد أن أشتري هدية لأختي. أقول ich möchte meiner Schwester ein Geschenk kaufen. وهذا يعني أنا أريد أن أشتري لأختي هدية. كما تلاحظون هنا الشخص الذي نشتري له شيء ما، هذا الشخص يقع بحالة الجر، وهنا قلت meine Schwester، والشيء الذي نشتريه له هذا الشيء يقع في حالة النصب وهي الأكوزاتيف. Ich kaufe dir ein Geschenk، وهذا يعني أنا أشتري لك هدية، وهنا قلت meine Schwester. هنا أقول الآن أنا ليس لدي المال لكي أشتري هذه الهدية. Ich habe kein Geld، وهذا يعني أنا ليس لدي مال. Ich habe kein Geld. إذن das Geld معناه المال. وهنا أريد الآن تشكيل هذه الجملة بمعنى أنا أريد أن أشتري هدية لأختي ولكن ليس لدي المال. هنا نقول Ich möchte meiner Schwester ein Geschenk kaufen, فاصلة، aber ich habe kein Geld. وهذا يعني أنا ليس لدي المال. الآن نريد أن نستخدم الفعل الذي ذكرته في بداية هذا الفيديو وهو الفعل لاين. أنا أريد أن أطلب من صديق لي أن يسلفني مبلغ معين من المال، وذلك لكي أستطيع يعني شراء هذه الهدية أو شراء الهدية لأختي. فهنا أقول له kannst du mir kannst du mir 50 euro leihen، وهذا يعني هل يمكنك أن تقرضني مبلغ بقيمة 50 يورو. فهنا يقول لي يا كيانا، يعني إذا كان هذا الصديق يعني صديق حقيقي يقول لي يا كيانا، ولكن إن لم يكن صديق حقيقي يقول ich habe nicht verstanden، لم أفهم هذا أو لم أفهمك. فهنا أقول كما ذكرت kannst du mir 50 euro leihen. إذن كما تلاحظون أن leihen ذهب لآخر الجملة وتصرف بتصريف الانفينيتيف، تصريف المصدر، وذلك لأنه لدينا في هذه الجملة فعل مساعد وهو können. الفعل المساعد أو مع الأفعال المساعدة دائما يأتي الفعل بنهاية الجملة ومصرف حسب المصدر في يعني في الجملة. kannst du mir 50 يورو لاين، هي يمكنك أن تسلفني أو أن تقرضني مبلغ بقيمة 50 يورو. فهنا يقول لي
يا كان، نعم بكل سرور. وهنا أريد أن أقول لكي أشتري هدية لأختي، هنا أقول kannst du mir 50 Euro leihen, فاصلة، damit ich ein Geschenk für meine Schwester kaufen kann. إذن kannst du mir 50 Euro leihen؟ هل يمكنك أن تسلفني مبلغ بقيمة 50 يورو؟ وذلك damit، لكي، damit، احفظوها جيدا، تعني لكي، damit ich ein Geschenk für meine Schwester kaufen kann. لكي أشتري هدية هنا من أجل أختي. وهنا لم أستخدم حالة الأكوزاتيف والداتيف. يمكننا أيضا صياغة الجملة بطريقة أخرى ونقول damit ich meiner Schwester ein Geschenk kaufen kann. وذلك لكي أستطيع شراء هدية لأختي. أوكي؟ لأختي في الجملة الأولى für meine Schwester، لأجل أختي، وفي الجملة الثانية لأختي. damit ich ein Geschenk für meine Schwester kaufen kann. إذن هذا الشيء يجب أن تحفظوه أو يجب أن يعني تدرسوه بشكل جيد، وأيضا يجب أن تمارسوه وتصيغوا جمل أخرى أو على نفس النمط، وذلك لكي تستطيعوا أن تفرقوا بين هذه الأفعال. إذن kannst du mir 50 Euro leihen؟ هل يمكنك أن تسلفني مبلغ بقيمة 50 يورو؟ يا كان، نعم بكل سرور. وهنا يمكنه هذا الصديق أن يسألني لماذا؟ warum، warum. وهنا الفعل احتاج هو brauchen، brauchen. وهنا أريد أن أقول أنا أحتاج هذا المال، أقول ich brauche das Geld، يعني أنا أحتاج هذا المال. وهنا صديقي يقول warum brauchst du das Geld، warum brauchst du das Geld، يعني لماذا تريد أنت هذا المال؟ أقول له damit ich meiner Schwester ein Geschenk kaufen kann، لكي أستطيع شراء هدية لأختي. إذن هذا كان كل ما يتعلق في فيديو اليوم. شكرا جزيلا على كرم المتابعة والمشاهدة. كان معكم شاهر رسلان، لا تنسوا مدعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.